السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماستر برجر، لا هو مش بيتكلم على البرجر، هو بيتكلم على عمرو بيرش. ده بيحلل لك الموديل بتاعك وبيقول لك ايه الحاجات اللي انت ممكن تستغنى عنها او تعمل لها ديليت. يعني لما نيجي نبص كده اول شاشة هيت، هتقول له ان انا عايز اعمل بيرج للفيوز، اي فيو مش موجود في مثلا الشيت تقدر ان انت تلغيه، اي سكادولات مش موجودة في شيت، اي ليجند مش موجودة في شيت. فلو انت عايز تلغي حاجة فيهم تقدر تعلم عليها وتلغيها. اي روم او سبيس مش موجودة في شيت، اي اوتوكاد ممكن تقول له بقى انا عايز الفيوهات اللي هي الفلور بلان او السيلينج، لا سيب لي الثري دي فيو، وهكذا. تقدر تعمل بيرج للحاجات اللي انت مش محتاجها، فده هيخلي الموديل بتاعك يبقى خفيف. تمام. الميزة في التولز دي انها مجانية، فتقدر ان انت تسطبها بدون اي مشاكل خالص. اتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. الادوات ديت بتسهل عليك، لكن ما تسطبهاش كلها، يعني مش كل ما تلاقي اداة تعجبك تروح مسطبها، لان كده ممكن الريفت يبقى تقيل. سطب بس اللي انت فعلا محتاجه واللي بيوفر معاك وقت.